اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حلقة اليوم. حلقة اليوم خبر جديد على ياسين بونو، من بعد ما للاسف الشديد ما حصلناش يعني كمغاربه، يعني كلنا كنتاسفوا الجائزه اللي ما حصلش عليها ياسين بونو، هي الكره الذهبيه الافريقيه كاحسن لاعب، رغم انه الحصول ديالو على القفاز الذهبي كاحسن حارس في افريقيا، لكن بالنسبه لنا هذه النتيجه هذه ما كانتش كافيه وغير مقنعه وما كانتش مفاجئه، لانه اصلا هو احسن حارس حتى بالنسبه لنا في المغرب، احسن حارس كنعتبروه في العالم ماشي غير في افريقيا. اذا الجائزه ما كانتش مفاجئه. المهم الخبر الجديد على ياسين بونو هو انك تختاروا الفيفا من ضمن ثلاث مرشحين للجائزة اللي كتنظمها The Best. هاد الحفل اللي غادي يختاروا فيه يعني مرشحين نهائيين ثلاثة للتتويج بأحسن حارس لهاد السنة. هاد حراس هما ياسين بونو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي، وإيدرسون حارس المنتخب البرازيلي، وكذلك حارس مانشستر سيتي. وهاد إيدرسون هذا الحارس ديال المنتخب البرازيلي هو اللي دخل في المنافسة القوية مع ياسين بونو، خد الدوري الإنجليزي وكذلك المسابقة ديال دوري أوروبا وكذلك مسابقة السوبر الأوروبي، وقدم مستوى كبير مع الفريق ديالو، هو اكثر منافس لياسين بونو. على كل حال حنا كنتمنى ان شاء الله يكون التصويت بكثافه، مني غادي يكون يعني الرابط اللي غادي تحطوا الفيفا للتصويت بكثافه لصالح ياسين بونو، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة اللي غادي تنظم حفل لتسليم جائزة أحسن حارس في العالم. هاد الحراس هما ياسين بونو، كورتوا، إيدرسون، ميغنان، ثم أندري أونانا. وكيف كتشوفوا التصويت راه بدا، ياسين بونو عنده 42.8، كورتوا 23.60، إيدرسون 13.7، ميغان عنده 1.7، وأندري أونانا عنده 10.1. إذا حنا كنتمنى من الجمهور أنه يصوت بكثافة وبكثافة قوية لصالح ياسين بونو إن شاء الله حتى ينال هذه الجائزة المستحقة كأحسن حارس لهذه السنة، أو كأحسن حارس يعني حتى في العالم. يعني كنتمنى أن الجمهور المغربي ما يبخلش على التصويت مع ياسين بونو. غادي ندوزو للخبر الثاني، والان غنشوفوا التحليل ديال مباراه غلاطا سراي التركي مع كوبنهاغن الدنماركي في اطار الجوله السادسه من دوري مجموعات دوري اوروبا. اللي كيهمنا حنا هو الاسد المغربي حكيم زياش، اللي كان للاسف الشديد في هذه المقابله هذه في مقعد الاحتياط، ربما كانت عنده شي اصابه طفيفه، داكشي علاش ما كانش في هذه المقابله هذه من اللاعبين الاساسيين في المقابله. في بدايه المباراه فريق كوبنهاغن هو اللي كان كيضغط وكيستحوذ على الكره، محاوله منه تسجيل الهدف الاول، وبعد مدى 26 دقيقه غلطة سراي هو اللي اصبح كيستحوذ على الكره وكيحاول يسجل اولى الاهداف ديالو. خلال الشوط الاول كان غلطة سراي افضل من كوبنهاغن الدنماركي، ولكن في بدايه الشوط الثاني الجمهور ديال غلطة سراي كان كينادي بالدخول ديال الاسد المغربي حكيم زياش. في الشوط الثاني من المباراه بدا الفريق الدنماركي يستحوذ على الكره وكيحاول تسجيل الهدف الاول وانهاء المباراه لصالحه، وهذا هو اللي وقع في الحدود الدقيقه 58، تمكن الفريق الدنماركي من تسجيل الهدف الاول، وتصبح المهمه صعبه صعبه جدا على فريق غلطة سراي، اللي هنا خلى المدرب يدخل حكيم زياش، لكن التغيير كان متاخر للاسف الشديد. ومع ذلك حكيم زياش دار واحد المجهود كبير وحرك المقابله ديال مع الزملاء ديالو، وهدا اسيست رائع جدا لمرودي ديكاردي، لكن الدفاع الدنماركي انقذ الكره وبعدها خارج أرضية الملعب، وكتنتهي المباراة بفوز كوبنهاغن بهدف 1-0، وهكا كتنتهي هذه المقابلة لصالح الدنمارك. على كل حال هذا هو اللي كاين في الجربة ديالنا اليوم، كنتمنى ان شاء الله تشاطروني بالاراء ديالكم في لي كومونتير، ديروا لنا لايك. المهم شكرا جزيلا على انكم كتابعوا القناه ديالي، وكل ما هو جديد ان شاء الله غادي نبقى نبارطاجيه معكم. ما تنسونيش بلايك والدعم وكومونتير زوين، شكرا والى اللقاء، السلام عليكم.